لانه عندنا جمهور الحقيقه ممكن ما يكونش مصري وممكن ما يعرفش يعني ايه السراية الصفراء. انما الحقيقه العرب المسلمين تحديدا يعني تاريخهم في العماره عارف ايه مستشفيات الناس المجانين او الناس اللي فقدوا عقلهم يعني. ودي هتلاقوها غرض من اغراض العماره الاسلاميه في العصر المملوكي وفي العصور الاسلاميه الحقيقه كانت مهتمين بالقصه دي. في فترة من الفترات اتسمت القصة دي مستشفى المجانين السرايا الصفراء. أي شخص مجنون أو مهبول، برغم إن تاريخ المصريين كان يعز الجماعة الهبل قوي قوي. أي أهبل يقول لك ده مبارك باسم حاجات وبتاع. يعني قصدي مش مبارك يعني مبارك، قصدي يعني الملائكة بتكلمه والحاجات دي. إنما المستشفى أو المبنى اللي بيتحط فيه الناس اللي ما عندهاش عقل كان بيتسمى ولا زال بيتسمى السرايا الصفراء. التعريف بس ده للإخوة اللي مش عايشين أو ما يعرفوش الفلكلور المصري، لكن هنبدأ بالسرايا الصفراء. ودي صورة الأستاذ محمد رمضان اللي هو الحقيقة المحامي اللي تم اعتقاله. خلينا نبدأ من الأول الحكاية خالص. من الأول خالص، من كام يوم يمكن يوم الحد اللي فات كنا زعنا هنا في البرنامج ده في السهرات دي، زعنا جزء أو خبر نقلا عن موقع الجزيرة إن الأمن المصري راح على شارع الجمهورية، وهناك في شارع الجمهورية بلغ المحلات الأدوات الصناعية إن أي حد يشتري كمية من السترات الصفراء عليهم إنهم يبلغوا الأمن عنه. الخبر ده زعناه النهاردة. الحقيقة الإعلام المصري الكاذب كالعادة كذبني يا معلم، وقال لك ما حصلش ومحمد ناصر كذاب ومحمد ناصر مش عارف إيه. أنا بس هفكركوا بجزء الجزء ده والخبر ونقلا عن الخبر. اتفضل. مصر خايفين جدا، النظام العسكري الفاشي في مصر خايف جدا من انتقال حمى الثورات الى مصر خشيه من العدوى. مصر تمنع بيع السترات الصفراء. قالت مصادر متفرقه ان الامن المصري حذر اصحاب متاجر معدات وسترات الامن الصناعي بالقاهره والاسكندريه من بيع كميات كبيره منها وسط التوجس من انتقال عدوى احتجاجات فرنسا الى مصر. وفوجئ أصحاب متاجر لبيع معدات وتجهيزات الأمن الصناعي بشارع الجمهورية في وسط القاهرة بأفراد شرطة يطالبونهم بالإبلاغ فورا عن أي شخص يشتري كميات من هذه السترات. وتؤشر هذه الخطوة على خشية السلطات من عدوى التظاهرات الفرنسية المناوئة للقرارات الاقتصادية القاسية. إذن المنطقة دي ناحية كلود بيك كده هتلاقي منطقة الأمن الصناعي كله لحد رمسيس، هناك بيبيعوا الحاجات اللي هي معدات الصناعية زي الخوز والجزم اللي هي بوت وسترات الصفراء. الأمن نزل هناك وقال للمحلات أي شخص يشتري كميات كبيرة بلغونا فورا باسمه وخدوا عنوانه. الحقيقة يا علي إن هم طلعوا كذبونا. طبعا أنا مش هقول أسماء النكرات اللي كذبتني أنا شخصيا، لأني شرف ليهم إن يتقال اسمهم في البرنامج ده. وإحنا الحقيقة البرنامج بينضف له استوديو قبل الهواء، مش معقول يعني الحقيقة هنوسخه بالأسماء دي. انما كذبونا، مع ان احنا ناقلين من الاخبار دي، يعني انا ما الفتش الخبر، وقلنا بالتحديد ان المراسل نزل شارع الجمهوريه وعرف من اصحاب المحلات ان الامن قال لهم اي حد يشتري كميات من السترات الصفراء بلغونا بيه. في رعب، النظام مرعوب، نظام عبد الفتاح السيسي مرعوب يا علي، مرعوب. اوكي كذبونا، طيب كذبتونا لان الجزيره وحشه. اه صح، جزيره قناه اخوانيه وبتتلقى اموال من قطر. الجزيره بتاخد اموال من قطر، امال هتشتغل منين؟ اوكي، ايه رايك في الخواجه؟ مين الخواجه بقى؟ اسوشيتد بريس بتقول اهي. الخواجه بيقول يا علي بالظبط، مصر تحظر بيع السترات الصفراء خوفا من نشوب مظاهرات شبيهه بفرنسا. قال عدد من بائعي، ده بقلم اوري نيوز. ها النكرات بتوع مصر فين بقى؟ الناس المدهننة بتاعت مصر فين؟ اهو ده اسوشيتد بريس نقلا اهو عن اوري نيوز. اوكي، او اوري نيوز نقلا عن اسوشيتد بريس. اسمع بقى، قال عدد من بائعي منتجات حمايه العاملين في مصر لوكاله اسوشيتد بريس ان السلطات طلبت منهم حظر بيع السترات الصفراء خوفا من اندلاع مظاهرات مشابهه لحراك السترات الصفراء الجاري منذ عده اسابيع في فرنسا. وقال البائعون لشاتت بس انهم منعوا من بيع السترات للمشترين الافراد
ولمن لا يحمل تصريح الشرطة المصرية. يا كذاب ياللي عارف نفسك، ياللي قاعد ملغد وعندك فوق زي تحت، خاصة الباك اهو، انه محدش يشتري الا بتصريح من الشرطة. يعني حضرتك تروح لاسم الشرطة تطلب انك انت عايز سترة صفراء وتاخد الموافقة دي كتابية من الاسم وتروح بيها. ده اللي قالوه الشات بريس الخواجة. واضاف احد البائعين رفض ذكر اسمه خوفا من الانتقام على حد وصف تقرير الوكالة. جاءت الشرطة الينا منذ عدة ايام وطلبوا منا التوقف عن بيع السترات الصفراء، وعندما سألناهم لماذا ردوا بأنهم بيتصرفوا طبقا للأوامر. قال بائع آخر يبدو أنهم على السلطات لا يريدون أن يفعل أحد مثل ما يجري حاليا في فرنسا. حلو حلو قوي. مين اللي قال الكلام ده؟ الشات بريس. المراسل بتاعها نزل ولف في شارع الجمهورية، كلام جميل جدا. مين اللي نقل عنه؟ الأورو نيوز. بتاعت مين أورو نيوز دي يا كرين؟ بتاعت نجيب ساويرس، يعني واخد أسهم فيها تقريبا بيقولوا 60%. تمام؟ طيب الأخ بقى أبو لغد هتكذب الخواجة؟ طب الجزيرة بتاخد أموال من قطر وإحنا نقلنا من الجزيرة، طب والخواجة ده بقى بياخد أموال من قطر؟ تصدق ممكن فعلا؟ تصدق ممكن؟ الأخ عبد الفتاح يحيى، عبد الاطلع عبد الفتاح، شوف عبد الفتاح نموذج للقهر المصري، نموذج تربية عبد الناصر الأصيلة. مصر ليست فرنسا، وما يحدث في الشانزليزيه لن يتكرر في التحرير، وما ذكرته الشات بريس كذب، والوكالة دي اللي الشات بريس 90% منها إخوان مسلمين 90%، وتتلقى تمويلا من قطر وتركيا. ليه كده عبد الفتاح بس؟ ضربت لنا المصدر. طب يا جماعة ضربونا المصدر نعمل ايه بقى؟ ابو لغدة هيفرح فينا وشلة الحواشي الخلابيز بتوع السيسي. ايه وكالة الشات بريس 90% منها اخوان؟ 90%؟ يعني الخواجة بس 10%؟ اوه طيب سيبك بقى من الجزيرة يا اخوان او الجزيرة القطرية، وسيبك من الشات بريس قطرية وبتتمقى تمويل واخوان مسلمين، ونسيبك برضو من ساويرس بتاعكو برضو. الأوري نيوز دي بتاعت ساويرس فيها أسهم 60% يا عبد الفتاح، مش عبد الفتاح السيسي، عبد الفتاح يحيى. اصحى بس الكلام، سيبك من كل ده، احنا كدابين وكل دول كدابين. الأمن بتاعك كداب اهو. اعتقال المحامي المصري محمد رمضان بسبب سترة صفراء يا ريت في شارع الجمهورية، ده على الفيسبوك. ادي الخبر، حبس المحامي محمد رمضان. لا 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 بتطلع ليه يا علي؟ ليه يا علي؟ حبس المحامي محمد رمضان على ذمه التحقيق في اتهامات من بينها حيازه سترات صفراء. طب هو حاز فعلا نزل شارع الجمهوريه واشتري؟ ده من اسكندريه الراجل. قررت نيابه منتزه اول بالاسكندريه اليوم الثلاثاء حبس المحامي محمد رمضان 15 يوم على خلفيه صوره نشرها قبل ايام على صفحته بموقع فيسبوك مرتديا ستره صفراء في مكتبه، تضامنا مع حركة السترة الصفراء الفرنسية بحسب المحامية مهينور المصري. وقالت مهينور لمدى مصر أن الاتهامات الموجهة لرمضان هي الانضمام لجماعة إرهابية والترويج لأفكارها والترويج لأخبار كاذبة وإحراز منشورات وسترات صفراء للدعوة للمشاركة في تظاهرات ضد القائمين على الحكم على غرار التظاهرات التي قامت بفرنسا بالسترات الصفراء واستخدام مواقع التواصل للترويج لأغراض الجماعة الإرهابية. ووصفت المحامية الأحراز المنسوبة لرمضان بالملفقة، مؤكدة أن منزل رمضان لم يتم تفتيشه. إيه رأيك بقى؟ إيه رأيك بقى؟ إيه رأيك بقى؟ إيه رأيكم قصدي؟ الشلة اللي قاعدة هناك من الإنتاج الإعلامي، إيه رأيكم؟ نقلنا من الجزيرة، طلعت أنا إخواني والجزيرة قطرية وإخوان. طيب نقلنا من أسوشيتد بريس، طلعت 90% منها إخوان مسلمين وبتتلقى تمويل من قطر وتركيا على حد زعم البهيم عبد الفتاح يحيى. ماشي أوكي. طيب نقلنا الأورو نيوز من نجيب ساويرس، صعبة دي شوية. طب إيه رأيك بقى في الراجل اللي اتقبض عليه فعلا؟ هنفترض إن كل ده كان كذب، طب والراجل بيتقبض عليه ليه؟ المحامي الأستاذ محمد رمضان بيتقبض عليه ليه؟ إلا إذا كنتوا أنتوا مرعوبين،
إلا إذا كان نظام السيسي دلوقتي ركبه بتخبط في بعضها ومرعوب للشعب يطلع بس. لكن محمد رمضان إخوان وبيروج لأفكار جماعة إرهابية، ده الراجل يعني محامي ناس غلاب، محامي في الآخر. المهم نقارة المحامي فين؟ تعال نشوف بقى الناس، عشان ما حدش يقول لك إيه برضو محمد رمضان ممكن يكون ده خبر مضروب، مش كده؟ ممكن يكون كذابين نفسه في الخبر. على فكرة للإخوة الخلابيس اللي قاعدين في الإنتاج الإعلامي، احنا بنقولش خبر هنا من عندنا، احنا بننقل بالمصدر، مفيش مقال بنألفه، مفيش خبر بنجيبه إلا بمصدره. وحتى لما يكون الخبر مش واثقين فيه بنقول ده اللي عندنا وجايز ما يحصلش أو جايز مش صح. يعني ما في خبر بنضربه هنا زيكم حراس البوابة. خلينا نشوف بقى ممكن يكون خبر محمد رمضان، الأستاذ محمد رمضان اعتقاله ده خبر كاذب. تعال نشوف بيان التحالف الشعبي أهو، ده الأستاذ مدحت الزاهد بيقول الحرية لمحمد رمضان وكل سجناء الرأي. قدم حزب التحالف الشعبي الاشتراكي بلاغات للنيابة ونقابة المحامين والمجلس القومي لحموم الإنسان بخصوص اختفاء المحامي محمد رمضان أمين وحدة شرق الإسكندرية بحزب التحالف. أعتقد أني على تليفون الأستاذ محمد رمضان، وربما ده على الكمبيوتر بتاعه لو فتشتوه هتلاقوا الأستاذ محمد رمضان وهو نازل مظاهرات 30 يونيو، أنا متأكد، وصوره مع أصحابه. أعتقد الأستاذ محمد رمضان كان حليفكم كويس جدا في 30 ثانية، خلاص حولتوه لإخوان مسلمين وبيروج لأفكار مهم يعني بحزب التحالف، وذلك منذ عصر أمس الاثنين. وحمل الحزب في بلاغاته أجهزة الأمن المسؤولية عن تحديد مكان وتوفير كل حقوقه القانونية والكشف عن طبيعة الاتهامات الموجهة إليه. وذكر الحزب في بيان له أن محمد رمضان قدم التزام في كل نشاطه بالمسارات السلمية الديمقراطية وكان بحق، ولا يزال محامي الحريات والمظلومين الباحث عن توفير كل سبل العدالة لكل أصحاب الرأي، وأن كل ما أبداه من أراء يدخل في باب حرية الرأي والفكر والتعبير. هذا وقد ظهر الزميل ظهر اليوم الثلاثاء في نيابة المنتزه بشرق اسكندرية بعد القبض عليه أمس الاثنين، ويناشد التحالف الشعبي الاشتراكي كل القوى الديمقراطية بالتضامن مع المطالبة بالإفراج عن محمد رمضان وكل سجناء الرأي. الحرية لمحمد رمضان، الحرية لسجناء الرأي ولكل مظلوم. التحالف الشعبي الاشتراكي 11/2018. مش بس التحالف الشعبي، بيان حزب العيش والحرية أيضا متضامن مع الأستاذ محمد رمضان. العيش والحرية الأسكندرية، محمد رمضان المحامي أو كما يلقب في الأسكندرية بمحامي الغلابة، بالأمس كان يتابع إجراءات تجديد الحبس الاحتياطي لأحد المعتقلين كعادته، يعني الرجل رايح المحكمة عادي بيتابع واحد عنده في ألا يترك معتقلا أو مظلوما دون أن يبذل كل ما بوسعه في الدفاع عنه. وبعد انتهائه من الإجراء بعد انتهائه من الإجراءات وقبل وصوله إلى منزله انقطعت كل سبل الاتصال به، لم تنجح كل محاولات رفاقه وزويه في العثور عليه في المستشفيات وأقسام الشرطة، فأعلنوا عن اختفائه. وإذ يطالب حزب العيش والحرية تحت التأسيس بالإفصاح عن مكان تواجد محمد رمضان المحامي، فإنه يحمل الأجهزة الأمنية ومن ورائها كافة السلطات المصرية كامل المسؤولية عن أمن وسلامة المحامي محمد رمضان، كما يطالب حزب العيش والحرية تحت تأسيس نقابة المحامين بالاطلاع بمهامها في الحياة والدفاع عن عضو من أعضائها. حزب العيش والحرية تحت تأسيس 11/12/2018. طبعا الحزب العيش والحرية أصدر البيان ده ساعة اختفاء محمد رمضان، لكن حزب التحالف الاشتراكي كان خلاص عرفنا أن محمد رمضان أخذ 15 يوم أو يعني ظهر اختفى طول اليوم امبارح، ظهر النهاردة أو ظهر صباحا يعني أو بالنهار، فالناس عرفت أن الرجل ده تم اعتقاله خلاص وغالبا خد قرار بسجن بحبس يعني. إذن هل ده كذب؟ الخلابيس اللي قاعدين الكذابين الأفقين السفلة اللي قاعدين في مدينة الانتاج الإعلامي يكذبوني، لا وشغالين عليا بقالهم أسبوع، ده كذب؟ جبنا من الجزيرة طلعتونا كذب كذب كذب، طيب جبنا لكم الشيزوفرينيا كذب برضو. طب والمحامي اللي طلع بس على الفيس نشر صورته بالسترة ده كذب برضو؟ طب والأحزاب دي كذب؟ انتوا عايشين في خيال تاني؟